وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. مساء الخير سيدة عهدية، كيف تتابعون هذه الممارسات والانتهاكات بحق صيادين البحرين، والتي هي تنعكس بلا شك على وضعهم المعيشي ولأسرهم، خصوصا وأن السلطات القطرية تتعمد سجنهم لمدد طويلة؟ شكرا أستاذة على السؤال. طبعا احنا نرفض هذه الحملة الممنهجة من قبل السلطات القطرية تجاه البحارة والصيادين البحرينيين. اليوم نتكلم عن حسن النوايا، ولكن نرى أيضا أن حبيب عباس طلع نداء من أسرته. حبيب عباس رجل بحار، عنده أسرة تتكون من 7 أولاد، يعطر فرصة فقط لمدة دقيقة بين وقت وآخر ليتحدث مع أهله، عنده أمراض مزمنة. اليوم نرى ابنه يبكي على التلفزيون، أخوه يطلب من السلطات القطرية أن هي تفرج عنه. هذا الرجل وغيره من البحارين والصيادين البحرينيين يرمون في السجون السلطات القطرية بدون أي محاكمات. هذا انتهاك لحق الإنسان، لحقوق الإنسان. وهذه السلطة للأسف أنها ارتكبت العديد من الانتهاكات والاعتداءات على البحارة البحرينيين والأجانب العاملين لدى البحارة، ومارست هذه السلطات معهم أساليب تعذيب، تهديد بالسلاح، منهم من أصيب وقتل، ومنهم من رمي بالسجون في أوضاع مزرية. وهذه التصرفات مرفوضة، رميهم في السجون دون محاكمات خاصة مع تفشي الكورونا أمر مرفوض. احنا ما نتكلم عن قضايا إنسانية، احنا قاعدين نتكلم عن قضية حقوقية. هذا الرجل يعاني من أمراض، أهله يناشدون السلطات القطرية أنها تعمل شيء، أنها أن على الأقل يطمنون على 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 الزوج، على أب، على أسرة ضايعة ما عندها أي معلومات. احنا نرفض كل هذه التصرفات. هناك معايير وضعت لحماية الصيادين في جميع جوانب عملهم، بجانب المعاناة والمعاملة غير الإنسانية اللي يتعرضون لها الصيادين البحرينيين من قبل أطقم سلاح خفر السواحل القطري، مرفوضة. هي تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا، وتتجاوز الحدود، وانتهاك صارخ طبعا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. نريد أن نرى رد فعل، نريد أن يأتينا، نريد أن نسمع من السلطات القطرية. لا نريد مواطنين بحرينيين مرميين في سجون السلطات القطرية دون محاكمات وانتهاك صارخ لحقوقهم كبحارة. هذا العمل مرفوض وغير مقبول، ونريد أن نرى نتيجة، لا نقول في الأسابيع القادمة، ولكن لا نريد ردة فعل في الأيام القابلة، في الساعات المقبلة. عمل مرفوض، ولا يمكن أن نرى ناس يتم قطع رزاقهم يسجنون، وبعدين يتم الاستيلاء على 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 مصدر رزقهم، يعودون البحرين حتى ما يعودون بما كانوا يستخدمونه في عملية الصيد مالتهم. هاي كلها تؤخذ من السلطات القطرية، من مرفوض رفض شديد من قبل الشعب البحريني، وأتمنى أن نرى النتيجة في أسرع وقت ممكن. بإذن الله. السيدة عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.